مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أنحاء مصر لتنتهي عملية التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة. وفي اليوم الثاني والأخير مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية إن نسبة التصويت تجاوزت أكثر من 40%. وكانت في اليوم الأول أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر فاروق سلطان خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، أكد أن عملية فرز أصوات الناخبين سوف تتم في ظروف نزيهة ووفقا لضوابط محددة.